لقاءنا بكم مستمعنا مازال مستمر دائما في برنامج اللامولاتي. غادي نمشيو الاولى فقرتنا فقره تجميل. اليوم غادي نتكلموا على الشعر الدهني وطرق العنايه به. تنعرفوا على انه الشعر الدهني هو الشعر اللي كيعاني من افراط في الافرازات الدهنيه. هادشي علاش كيحتاج الشعر الدهني لواحد المعامله خاصه، لانه كيفسد الجماليه ديال الشعر ملي كيصبح دهني وكيفرز زيوت. يعني كيبان الشعر بواحد المظهر ديال انه شعر مزيت. وهذه غادي كاين بعض الحلول للمشكل ديال الشعر الدهني واللي غادي تساعدك في التقليل وفي افراز الزيوت، وبالتالي غادي تحافظي على الجماليه والشكل ديال الشعر ديالك لمده اطول. فاول نصيحه هو انه ما تغسليش الشعر ديالك يوميا، لانه الشعر الدهني بحال البشره الدهنيه، كل ما غسلتيه اكثر كل ما تفرزت هاد الزيوت اكثر وصبح الشعر دهني. فنحاولوا انه ما نغسلوش الشعر ديالنا. كاين اللي كيلقى انه الشعر ديالو دهني وكيقول انه راه يحتاج انه يغسل شعره بشكل يومي، هذا خطا. فعلى الاقل نغسلوه جوج المرات حتى ثلاثه في الاسبوع، ولكن ماشي بشكل مستمر، لانه قد ما غسلنا الشعر ديالنا قد ما كتزيد تفرز هاد الافرازات الدهنيه. نختاروا الشامبونات اللي كتكون معتدله، يعني اللي كتكون شامبونات اللي كتكون خفيفه واللي كتحتوي في الخلاصه ديالها على اعشاب، اما بالخلاصه ديال الصبار او للخزامه او للحنه، يعني ما كتحتويش في المكونات ديالها على زيوت، ما عدا يعني الشامبوان اذا كان فيه زيت ارغان، فزيت ارغان هو الوحيد اللي كيمتص الشعر وكيستافد منه بلا ما يعطي دوك الافرازات الدهنيه. فممكن على انه ناخذ الشامبوانات من الخلاصه ديال الاعشاب، وممكن على انه ناخذ الشامبوان والبلسم اللي كتدخل في التركيبه ديالو زيت ارغان. وكيف قلنا زيت ارغان هو الزيت التجميلي الوحيد الفعال جدا اللي كيدخل المسامات والفروة ديال الراس، يعني لداخل الخصلات ديال الشعر بلا ما يعطي دوك الافرازات الدهنية، يعني ما كيخليش الشعر مزيت. كذلك بالنسبة نحاولوا دائما على انه نبتعدوا على تناول المقليات والزيوت والدهون يعني بكثره في الاكل ديالنا، لانه حتى هي كتزيد من الافرازات الدهنيه سواء في الشعر او لا في البشره وفي العوض. نحاولوا اننا نكثروا من تناول الفواكه والخضروات، وتنعرفوا على انه الشعر والبشره فهي كتغذى وكتاثر بنوع التغذيه اللي كناكلو. تابعي فقرة جميل وربحي كل يوم خميس جوائز للعناية بجمالك مع سانسيلك. لمسات الخبراء، الشعر أجمل مع سانسيلك. دائما للعناية بالشعر الدهني. من جهة أخرى نصيحة، حاولي أنك ما تغسلي الشعر ديالك بالماء سخون كيف كنذكروا دائما، لأنه الماء سخون حتى هو مضر لأصحاب الشعر الدهني، لأنه كيساهم بدوره، يعني الماء سخون كيساهم في تنشيط هذوك الغدد الزهامية اللي كتوسع المسامات، يعني كتوسع المسامات ديال الفروة ديال الراس، وبالتالي كيتساقط الشعر وكيتزيد الشعر. فنستعملوا اما الماء بارد او للمدافي خاصة في اخر تشليلة ديال الاستحمام. وبالنسبة دائما كنتكلموا على صاحبات الشعر الدهني، حاولوا انهم يغيروا الوسادات ديال النوم ديالهم، يعني الخديات تقريبا كل 3 ايام نغيروا هذوك الوسادات ونحاولوا نشمشوهم بشكل يومي، لانه البقايا الزيتية حتى هي كتنشط الغدد الدهنية في الشعر. ودائما حاولوا نغسلوا المشط اللي كنمشطوا به الشعر ديالنا، كنعرفوا لانه ملي كنمشطوا الشعر يعني وخاصة اذا كان دهني كتلصق فيه كل هذيك البقايا الزيتية. فنحاولوا اننا منين من تمشيط الشعر دائما بالمشط للاسنان ديال الواسعه نديرو في واحد الماء سخون مع قطرات ديال عصير ديال الحامض ونخليهم واحد المده، عاد كنمسحوهم وكيكونوا يعني مهم مناسبين اننا نعاودوا نمشطوا بهم الشعر ديالنا مره اخرى، كيكونوا تخلصنا من هذوك البقايا الزيتيه. وكيبقى اكيد على انه حتى الجانب النفسي مهم باش نحافظوا على الجماليه ديال الشعر ديالنا بكل انواعه، يعني نتفاداو الضغوطات النفسيه ونركزوا على بعض الوصفات الطبيعيه مع هاد النصائح التجميليه. ممكن على انه في اخر تشليله ديال الاستحمام نديروا واحد الحفنه ديال الورد البلدي، ومره اخرى نديروا حفنه ديال اليزير، ومره اخرى نديروا حفنه ديال الزعتر. يعني هاد ثلاثه المكونات من ديال الاعشاب، قلنا الزعتر الورد البلدي واليزير، نبقاو يعني يكونوا عندنا باستمرار لكل يعني صاحبات الشعر الدهني، ويحاولوا انه كل مره في الاستحمام يديروا واحد اترود تقريبا ديال الماء ونديروا فيه واحد الحفنه ديال هاد الاعشاب وحده فيهم. كل مره نختاروا واحد من هاد الاعشاب ونخليهم حتى يتلقوا مزيان ونشلوا بهم الشعر ديالنا. يكون عندنا كذلك خل تفاح طبيعي محضر في الدار، نحاولوا حتى هو نديروا قطرات منه في اخر الشيء للاستحمام حتى هو كينقز من الافرازات الدهنيه. ولا ما عندناش خل تفاح فممكن اننا نعوضوه بالعصير ديال الحامض، فهذه
هذه كلها وصفات طبيعيه بسيطه جدا ولكن كتعطي النتيجه الفعاله. وممكن اللي عنده القشره في الشعر مع الشعر الدهني يعني كاين اللي عنده شعر تيكون مزيد دهني وكتكون فيه افرازات زيتيه كثيره كتعطي القشره في الشعر، فممكن على انه يستافد واحد الوصفه فعاله جدا. غادي ناخذ واحد الكيمياء من عرقسوس وغادي نحاولوا اننا نهرمشوه ونطحنوه مزيان، نحاولوا انه نطحنوه على برا لان تيكون صعيب، نحاولوا نطحنوه يعني في الطحان عند العطار ونحاولوا اننا ملي يطحن مزيان يتغربل ويتنيل مزيان، وكناخذوه وكنديروا كميه معاه ديال الخل تفاح طبيعي، ويعني هذاك عرقسوس مع خل تفاح، يعني نديروا قرعه ديال الخل تفاح مع كميه ديال عرقسوس مطحون مزيان، وكنخليهم نغطيوهم وكنخليهم يرقدوا تقريبا واحد يومين. من بعد واحد يومين عاد ديك الساعه كنصفيو هذا الخليط، وممكن انه نخليو داك التخت ديال العرقسوس حتى هو يعني في الاسفل ديال هذيك القرعه، ونبقاو نديروا واحد البخاخ ونبقاو ناخذوا واحد قطعه ديال القطن ونمسحوا بها الشعر ديالنا والفروه ديال الراس، فهي كتحد بالافرازات الدهنيه. ونصيحه هو انه اللي عنده ارتفاع في ضغط الدم واخا ما غاديش يشرب هذا العرقسوس وانما غيستعملوا كاستعمال خارجي، ولكن تفاديا لبعض المضاعفات يحاول على انه اما ينقص الكميه ديال العرقسوس مقارنه مع خل التفاح اولا يتفادى هذه الوصفه، غادي يكون افضل. وناخذوا قطعه ديال القطن ونبداو نمسحوا الفروه ديال الراس ديالنا، وباش ما نعكزوش نحاولوا اننا نديروا هذا الخل ديال التفاح مع عرقسوس اللي رقدناه يومين نديروا في واحد البخاخ يعني في واحد القرعه اللي كترش باش نبقاو نرشوا بها الشعر ديالنا، وهي مناسبه سواء للسيدات ولا حتى للرجال ممكن يستافدوا هذه الوصفه، فهي كتزول البكتيريا والقشره في الشعر وفي نفس الوقت فعاله جدا للافرازات الدهنيه. اذا هذه كانت بعض النصائح التجميليه للعنايه بالشعر الدهني، وهنيئا لنوريا مستقيم اللي وقع عليها الاختيار اليوم انه تجرب مستحضرات العنايه بالشعر مهداه من سانسيل.